ولقد يسرنا يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مدكر. السلام عليكم alaykum, How are you? This is your plan, inshallah, for this month. We will continue your station from Jiz' Amman and we will start a new surah, Surah Al-Inshqaq. Now listen to me. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون

الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله